وفي المدرسة اللي قريت فيها، لأنه المدرسة هذيك كي الناس هجرت البلاد هذيك ما عادش فيها سكان وكل شيء، المدرسة وزارة الداخلية خذتها ورجعت منها مركز متقدم، مركز أمني متقدم عند المدرسة، مركز حدودي متقدم في القسم اللي كنت نقرأ فيه. دونك المسألة فيها برشا حميمية برشا رمزية، وهذه مش المحاولة الأولى، برشا محاولات تقريبا 3 أو 4 محاولات تكرروا في السنوات الأخيرة لاستهداف منطقة الصري، لأنه ثم زوز مراكز، ثم مركز متقدم في اللي هو في الخلايا بقعة المدرسة، وثم مركز آخر معناتها في من نفس المنطقة في الصري، لكن الفوق في مباشرة على الحدود، مباشرة في منطقة جبلية على الحدود مع الجزائر. المهم المنطقة قلت لك مستهدفة منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات، أكثر من العملية هذه. نبعدوا من الجانب الذاتي ونمشوا للجانب الموضوعي، لنشيروا أنه في كل المحاولات الحقيقة كلها باءت معناتها بالفشل، وهذا يعبر على حاجتين. صحيح احنا نقول ونأكدوا على الجاهزية الأمنية والحذر الكبير من المؤسسة الأمنية في المنطقة هذيك، لكن أيضا هنا نحب نقول لك حاجة أخرى أمين، أيضا التعاون الكبير ياسر من السكان. السكان في المنطقة هذيك وما تبقى من السكان، سمحني بالكلمة وهو الأصح، ما تبقى من السكان معناتها متعاملين بشكل كبير وكبير جدا مع السلطات الأمنية، وهما يساعدوا فيهم بشكل مباشر في تقديم معلومات معناتها، وكانت تفسر جزء من النجاعة الأمنية. ولا احنا باش ناخذوا أكثر ديتاي مع سي خليفة الشيباني، العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. صباح الخير سيدي. صباح الخير خويا، صباح الخير سي منذر، رمضان كما مبروك. ربي فضلك. اذا ضربه اخرى للارهابيين او محاوله فاشله اليوم هما لتشتيت العمل الامني وبث الرعب معناها من جديد في تونس العزيزه الغاليه. لو كان تحكي لنا اكثر ديتاي على هذه العمليه واحباطها والوضع العام في البلاد اليوم. هو كما قال خويا منذر، هذه العمليه الثالثه، العمليه الاولانيه صارت في عام 98 تم استهداف المركز دون النيل منه. العملية الأخرى الثانية اللي صارت في مايو 99، هذه وقتها كانت الجماعة الإسلامية المسلحة الجيية قامت بهجوم على المركز هذا، وحدات الحرس الوطني قضت على 2 إرهابيين، والعملية هذه هي الثالثة وكل عادة باءت بالفشل. أنا اللي نقوله أنه العمليات اللي قاعدين يقوموا بها هذه القراءة في التعاطي مع الإرهاب بيننا وبين الجزائر، وتنرجع له بعد التنسيق الكبير اللي بيننا وبين الجزائر، ومن المفروغ منه تعامل المواطنين هذاك بنسبة 60 و70%. أنا قلتها فيما تعاون المواطنين معنا هو اللي وصلنا للنجاحات هذه. معناها العمليه هذه هي الحراسه الفوقيه نص الليل ونص، خاطر زاد توقيت ماهوش عفوي، معناها ما هجموش المركز في المغرب، خاطر يقول لك هو نص الليل ونص حتى درجه التركيز تنقص. هما مش عارفين احنا حتى في المقابلات نتاع كره القدم عندنا منظومه امنيه، معناها بيطمئنوا هما حتى كان يتصوروا ثم ماتش نتاع ليكيب ناسيونال باش تركز فيه الاعوان وتتفرج، رانا عندنا منظومه امنيه. هذا نقولوا بالنسبه للحراقه اللي شديناهم في المغرب، وبالنسبة للإرهابيين استهدفوا زعمة في الأوقات هذه نص الليل ونص، كانت الناس كلها سايقة وكانت عيون لا تنام ساهرة على أمن هذا الوطن. حيرات الفوقية شافت مجموعة تتركب بين 3 أو 4 عناصر بصدد الزحف، معنا زحفا باتجاه المركز، ومجموعة أخرى تقوم بالتغطية عليه. المركز هذا بين قوسين كما قال في منظر بعد 600 متر على البورن على رسم الحد التونسي الجزائري، وثم غابة أخرى يعرفها في منظر هي غابة بوربعية. غابة بوربعية هذه قريبة للحد التونسي الجزائري، احنا في اعتقادنا بعد ما تم اطلاق النار عليهم حصنوا بالفرار للتراب الجزائري. احنا علمنا الوحدات الامنيه الجزائريه في الحين، لان يعني عندنا سابقه قبل في جنان الخروف من شيره ام العرايس تم مجموعه ارهابيه قامت بعمليه مماثله ونسقنا مع الطرف الجزائري، وبعد نهارين تم القضاء عليهم في الجزائر. هذه معناها عموما التعاطي، معناها زاد التعاطي الامني ومقاومه الارهاب. هذا احنا يومين ناهيك انه امس، احنا امس تم 3 خلايا، خليه في سبيطله وخليه في طبربه وخليه في منوبه، هذوما على تواصل بعناصر تكفيريه في الداخل وبعناصر ارهابيه في الخارج. احنا قبل رمضان زاد بنهار لدينا خليه ارهابيه تتعاون مع عنصر ارهابي اصيل جهه ملولش موجود في سوريا، وبالاعترافات نتاعو السيد قال انه يحضر في عمليه ارهابيه لاستهداف اعوان امن اعطاهم لنا بالاسم، وانطلق في عمليه رصدهم وكذلك تصفيه واغتيال امام جامعه بشيره المهدي. النجاحات هذه تكون يوميه بما مربوطه بالنجاحات في الامن العام، وحتى زاد في الحرقه، لان الحرقه في المره هذه نعطيك رقم. تفضل. احنا في الاسبوع الاولاني نتاع رمضان من 17 ل 23 ماي احبطنا 26 عمليه اجتياز فيها 274 مجتاز.
هذايا في العموم معناها تفضل بربي. فحبيت نستغل وجودك بحذانا وناخذ بقى فقط توضيح بخصوص اللي صار في البرت معناها. فما سمعنا وانه فما مواطنه تم منحها تونسيه من دخول التراب التونسي، فما شكون حاول حتى الانتحار. ما هبط توضيح شفناه. لا مش نوضحوا احنا، وماذا بين نوضحوا من عندك. تفضل. ناس نقول لهم انا هذايا تجيش وسائل التواصل الاجتماعي طورا تحت جبه احترام الاجانب وطورا تحت جبهه حقوق الانسان، يظهر لي امور في حاجه الى تعديل وحاجه تثبت وياخذ الامور من مصادرها. الحكايه وما فيها، احنا امس العشيه جات امراه منقبه المانيه الجنسيه، جات من اوروبا دخلت البورت حلق الواد. ما هيش تونسيه، هي المانيه هي المانيه ومنقبه. جات العشيه البورت حلق الواد. احنا في المعلومات الاستخباراتيه مع الاطراف الكل اللي عندنا، المراه هذه محل شبهه في الارهاب. ونزيد نعطيك عليه، راجلها ديجا كان مقيم معها اللي هو تونسي الجنسيه، كان مقيم معها في ألمانيا وتم ترحيله عنده 3 شهور لتونس. والسيد هذا فيه إذن قضائي بالتحجير من السفر، معناه تم هو إكسبيرسيون بتاعه من ألمانيا لتونس 3 شهور ثاني على خلفية تورطه في شبهة في قضية إرهابية. بس السيد هذا وقت اللي سمع بالموضوع جاء حب يقتحم ميناء حلق الواد وحب يتصور الجدار الخارجي بتاعه وسب الأعوان وما خلى لهمش وقال لهم العبارات النابية اللي موجودة في قاموس الدناها الكل. رجعنا فيه النيابة العمومية قالت اسمعوه حطوه بحالة سراح ونهار 4 جوان تقدموه لي في حالة تقديم. هذا الموضوع كيفاش موجود؟ التقييمات الأمنية من يشكل خطرا على الأمن التونسي، وزارة الداخلية هي الوحيدة المؤهلة لتقييم ذلك لأنها ستتحمل تبعات ذلك. أهلا بك سي خليفة، يومك سعيد ورمضانك مبروك. صباح النور. أنا نحب نرجع معك للقصرين من حلق الواد، نرجع للقصرين. وفي القصرين نحب نمشي معك التالة تحديدا، شنو الوضع تو تالة في المدة الأخيرة؟ الأمن الحقيقة معناتها ما خرج وتسكر المركز وثم برشة تشكيات، معناتها رجعت تو المؤسسة. لا رجعت الأمور، رجعت الأمور، معناتها تو زوز مراكز الشرطة والحرس وكل شيء الأمور. ثم تواجد أمني ولباس ونقدموا في الخدمات. المرة اللي فاتت صارت تعطيلات على خلفية حرق منطقة الأمن الوطني في أيه. وحتى كي تعطلت هي احنا ديما نقولوا الخدمات راهو تصير احتجاجات، ماذا بينا نحافظوا على المرافق العامة لأنه زاد مواطن باش يطلع شهادة إقامة يمشي يهبط القصرين تتكلف بشهادة الإقامة 50 ولا 60 ألف. الاحتجاج راهو معروف، لكن ثم مرافق عامة باش يتبرر فيها بالتالي المواطن. أما سمحني سي خليفة، تو المراكز معناتها الشرطة والحرس محلولين كما العادة، يقدموا في خدمات. ثم بعض الترميمات معناها بنسبة كبيرة يقدموا في خدمات. لا الحرس هو ما سكرش معناها. لا الشرطة، الشرطة نحكي لك، الشرطة عادت بجانب كبير عادت معناها. وقتاش يكون العوده نتاعها نهائيه؟ تعرف انا في منظر وقت اللي نكملوا نهيئوا المنطقه معنا، خاطر مو تعرف انت زاد المنطقه وميزانيه واعتمادات ومناقشه باش تعمل مو تعرف الاجراءات الاداريه في تونس معنا نتاع عندك اي معقول استاذ المفيد. الامور ترجع مش واقفه معنا، الخدمات الامنيه موجود. هو قلت لك الحرس من صاحب الجمله، ولكن بالنسبه للخدمات الامنيه بجانب كبير قاعده تقدم. لا الحقيقه لانه مش معقول، وانا هنا نصطف مع وزاره الداخليه ومع الامن، لانه مش معقول الحقيقه بالرغم في المنطقه ذيك ديما يستهدفوا مركز الشرطه ويحرقوه ويقعدوا مدها طويل طويل ويقعدوا بعد ياكلوا في صوابعها معناها. هو سي منظر النجم نعطيك نقطه في قالب بكاء معناها، نقطه في قالب بكاء معناها، لكنه واضح يكون قالب بكاء. احنا في قبلي مركز سوق لحد مثلا في ظرف 8 شهور احرق 3 مرات. ولبليبو انه لا لبليبو يحرق اليوم وبعد غدوه تبدا العرايض رجعوا لنا المركز باش يقدموا خدمه. احنا رانا ديما نقولوا ونعاودوها، الاحتجاجات السلميه من حق كل مواطن تونسي وهذا حق دستوري. المرفق العام للقباضه لا تعطي في الخدم، ولا مركز الحرس ومركز الشرطه يعطي في الخدم، ولا المستودعات البلديه تحل في مشاكل التشغيل معنا. هذه الناس كل تفهم وطو. طيب اذا عندك معلومه بربي على الحريق اللي صار وين الثكنه العسكريه في شيره باجه، شيره المعقوله، ما نعرفش اذا عندك عليه خبر البارح ولا لا سيد مدخرس. والله ما عنديش عليه فكره. واضح. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لك على تدخلك معنا. تفضل تفضل. اي تفضل. اليوم بدنا باش تنطلق العطله الامنه، هو اليوم البريمي باش يتم افتتاحها، معناها بعد افتتاح الرسمي باش يكون في فرقه حرس المرور في بلي معناها في الاطرود. اي اثناء حبينا نخرج من هيك الصوره النمطيه انه عطله امنه يخرج الوزير وفي بلاصه برا. اثناء البلايص اللي فيها طرقات سياره الكل باش يشرفوا الولاد بمشاركه المجتمع المدني وبمشاركه وسائل الاعلام في الحمله التوعويه، ما نحبش نقول تحسيسيه، على حوادث المرور، لانها بصراحه نعطيك رقم. احنا في ال 14 يوم الاولانيين من رمضان من 17 حتى 30 ماي سجلنا 91 حادث مرور ماتوا فيهم 36 تونسي وتم 141 جريح.
قدام الارقام هذه، واحنا ان شاء الله يكون كلامي غلط، نعتقد انه في النص الثاني باش ترتفع الحوادث هذه، نظرا لان الناس باش تتنقل وباش تمشي الاعياد، وبطبيعه حركه الجولات في الطرقات معناها تكون اكثر. معناها ندعيو الناس بالله يحافظوا على سلامتهم باش ما تتحولش هالمناسبه هذه سعيده الى موكب انت احزان. هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه. وسمحني تخليفه، خاصه احنا داخلين على موسم صيفي، وان شاء الله تكون السنه باش يكون موسم سياحي ممتاز، دونك معناتها ثم ترتيبات بين سوق العاده خاصه لل... ان شاء الله. لا هو في العطله الامنه اخويا منظر، فيها البعد نتاع حمايه المصرفي، وفيها نتاع التامين السياحي، وفيها نتاع زاد التوقي من الحرائق كما كان يحكي خاطر عمنا، وزاد نفكروا كلنا الحرائق اللي ضربت الشمال الغرب. العطله الامنه فيهاش كان بعد مروري، فيها بعد نتاع امن عام، فيها بعد نتاع تامين موسم سياحي، وان شاء الله الناس الكل تساهم، لانه مش كان دور امني برك لوزاره الداخليه، المجتمع المدني والمواطنين وكل وغيره. شكرا لك العميد خليفه شيباني، نطق رسمي باسم وزاره الداخليه، بارك الله فيك على تدخلكم معنا. باش نهزكم